متابعينا الكرام، احنا اليوم متواجدين في مكة المكرمة في سوق الدعاجين مقابل قهوة الجبل. عندنا مزاد استثنائي على طليان عددها 400 راس مقسمة على عدة شبوك بإذن الله حراجها بعد صلاة المغرب. ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله متابعينا الكرام، احنا اليوم متواجدين في سوق الدعاجين في مكة المكرمة مقابل قهوة الجبل. عندنا مزاد استثنائي على طليان 400 راس، ومعنا في هذه اللحظات الاستاذ حمد الدعجاني ابو سلطان والاستاذ معيض اسلمي. حياكم الله وكل عام وانتم بخير. طيب وصحة وسلامة ان شاء الله. عطنا علوم الحلال هذا ابو سلطان. الحلال هذا علومه تشوفها مزاد من ناحيه حراجه بعد لحظات ان شاء الله، وعلومها جاني متاخر والله يوم السبت ما وصل الا العصر، وسوينا الحرج الاستثنائي اليوم والله يكرم الجميع. طيب مواعيد سوق الدعاجين، يجيني استفسارات كثير عن مواعيد السوق. مواعيد السوق يوم الربوع ويوم السبت الصباح بالذات فصل الصيف نبدر، اما ناحيه الربيع هذا بالنسبه للغنم. اي سوق البل يوم الجمعة، سوق يوم الجمعة العصر. ممتاز. أسعار المقانة اليوم هذه؟ والله أنها طيب، كل نوع له سعره. فيه هدوء شوي؟ والله من آخر رمضان فيها حركة شوي على المقنة زين. المتابيع اللي بهما طيب وهي طيبة والله مطلوبة. أي نعم. وبالنسبة للبهم؟ البهم الذبح غالي بشكل عام، مستوى الكهرباء ممتاز. الله يعطيكم العافيه وسعدت بتواجدكم معنا. عافيه يبارك فيك الله يسرعك وما يبيض وجهك. الله يسلمك. 90 بالصلاه على النبي، احد عند الزايد 490 490 مره ابيع التقنيه على خير بالصلاه على النبي اللي عند الزايد. انت عطيه مرة أبيع بالصلاة على النبي يا جماعة، أحد عنده زايد هذا مكتب الله ورزق. ستين سبعين ثمانين ها حتى مع غنم. مرة أبيع مرة، أنتم يا حباني اللي هناك يا اللي هنا مرة انباعت يا عمي. روح يا شيخ سجل. 1300 ولا 200؟ 40 50 60 60 يا اخي ولا يفاد. 60 60 ابيع 60 كل الضحي يا ابويا. 60 انت يا عمي عندك زايد مره بيعه مره سفر مره كم راس هي كلها؟ كم هي كلها؟ 90 90 90 والله ما تروح يا علوش 300 والله ما تروح يا علوش. 10 310 310 310 310 310 20 يا شيخ. 20 ابى تهور انا 20 لا والله ما هذه ما فيها تهور، هذه شيء جنيهات. 20 هذه جنيهات. 20 ها احد يقول شيء؟ 20 علوش عطيه يا ابو سلطان. 60 سجلها انا والله ما لي فيها الا ثلاثه. خلاص هي واقفه شيخ. عطيه عندك زايد؟ يا ابوي اشهر ب 60 10 ما تردك سجلها على ب 60 يلا 32 انت عندك زايد يا مشرف؟ جمله احد عبد الله ها مره ابيع مره يربح يا شيخ. يا بلاش يا سبي 350 ابيع.
راس؟ 39 راس كله. هنا نبغى هذه. انت على العدد. ايه. مرة؟ هذا 20. انت يا مشرق. 920. انت. يا عبد الله. يا عبد الله. ابيع. بيع بيع. مرة كلكم استاذ. جزاكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير على الجميع. بإذن الله عزمنا وتوكلنا على الله من الخميس الجاي الحراج مغرب. يوم الخميس حراجنا لنا 10 سنين تركناه من بعد الحج. وسنعود من الاسبوع الجاي من بعد المغرب حراج. الربوع والسبت صباحي والخميس مسائي. اللي بيحب النوم في النهار لا يجرب الربوع والسبت. يجينا يوم الخميس. الله يحيي الجميع. بس لا تزعل محمد تأخر الحراج. زي اول. لا لازم يجي يلزموني يدق علينا يقول 900 مره بالنعيم كلكم يستاهل احلوا شف احلوا خاطر مره على النبي التقنيه على خير مره بالنعيم كلكم يستاهل مره احلوا شف احلوا خاطر مره 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 مره, مرة.